مشاهدينا ما زالت التغطية مستمرة، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أحمد فوزي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي الاجتماعي. أستاذ أحمد، نتحدث اليوم عن استجابة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، والذي على إثره تم الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجرى تحقيقها. كيف ترى هذه الخطوة، وإلى أي مدى تعزز من ملف حقوق الإنسان في مصر؟ مساء الخير على حضرتك. الأول أنا ببارك لأسرة 151 من اللي خرجوا النهاردة. حضرتك لا تتصور، وعدد كبير من المواطنين لا تتصوروا أنه إزاي بيكون في معاناة شديدة عند المحبوسين احتياطي على ذمة قضايا الرأي أو المحكوم عليهم وأسرهم. البادرة كمان الإجابية اللي اتخذ قرار النهاردة سيادة الرئيس في توقيتها كمان، لأن الحقيقة احنا كان بقالنا فترة كبيرة جدا في إبطاء في بعض المقررات الخاصة بالحوار الوطني، وكان في فترة من فترات السنة اللي فاتت لما بدأ الحوار الوطني صدر قرارات من سيادة الرئيس بالعفو عن عدد كبير من المحكوم عليهم. صحيح. وتم الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطي وتوقفت الإجراءات دي، بل العكس، تم القبض على عدد من المواطنين على خلفية التضامن مع الشعب الفلسطيني أو بعض الصحفيين. أو النهاردة إن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرار بإنه يدي توصيات بخروج 151 متهم محبوسين احتياطي، ده بيدي إشارة للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. نعم. إن هناك بعض القرارات لازم تتواكب مع توصيات الحوار الوطني اللي كانت بتعود سيادة الرئيس لعدد من الأحزاب السياسية والحقوقيين، ويتاخد بعين الاعتبار معظم الملاحظات اللي قالت عليها نقابة الصحفيين ونقابة المحامين في قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، وأن تستمر مرة أخرى وأن تعود مرة أخرى بعد القرارات المتعلقة بالعفو الرئاسي لعدد من المحكوم عليهم على ذمة قضايا الرأي وعدد من الشباب المحبوسين سواء صحفيين أو محامين أو بعض الأشخاص الذين مارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير. وأتصور أن لازم الملف ده يتم إغلاقه بالكامل، لأن ده في مصلحة البلد دي، لأن مشاركة الناس بفاعلية بالنقد المباح اللي منصوص عليه في الدستور والقانون ده هو اللي حل كل مشكلات البلد. نعم. وكيف رعى أيضا قانون الإجراءات الجنائية البعد الإنساني وتماسك الأسرة من وجهة نظرك؟ هو في احنا عايزين نفرق ما بين أن الرئيس أصدر توصية، نعم، فالنائب العام بطبيعة الحال استجاب بيها في 151 محبوس احتياطي خرج، وما بين أنه في الحوار الوطني قال طلب توصيات وسيادة الرئيس وافق عليها متخصصة بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، ولكن النسخة اللي تم عرضها من السلطة التشريعية أو البرلمان في ملاحظات شديدة عليها من مؤسستين مهمين جدا في البلد ولازم يتسمع ليهم، اللي هم نقابة المحامين ونقابة الصحفيين. نعم. وعدد كبير من الأحزاب السياسية. أرجو أن كل الأطراف تحذو حذو سيادة الرئيس النهاردة لما خد القرار ده، يعني تحس أنه في جدية من الدولة المصرية وأنها رأس السلطة التنفيذية في أنه لما سيادة الرئيس يطلع ويقول انا عايز الحاجات الفلانيه والفلانيه والفلانيه ما نفاجئش انه في ناس بتبقى ملكيين اكثر من الملك وتطلع لنا نسخ مش هي دي اللي احنا المفروض نبقى راضيين عنها. فاتمنى النهارده القرار اللي طلعه سيادة الرئيس ده يبقى زي ما بقول كده جرس بالزار او لمبه للناس اللي احيانا بتتشدد اكثر ما الدوله المصريه عايزه تتشدد. وده وارجو ان الناس تاخد بعين الاعتبار الملاحظات اللي قالت عليها نقابه الصحفيين ونقابه المحامين وعدد من الحقوقيين اللي مشاركين في الحوار الوطني، علشان الناس تبتدي تحس في بوادر ايجابيه موجوده. الحاجات الملاحظات اللي اتقالت دي ملاحظات مهمه، وهي دي اللي هتنهي للابد معاناه المحبوسين احتياطي. وكمان ارجو انه يكون في يعني زي ما كده في مؤشرات ان الدوله عايزه كده، ارجو ان اطراف كتير في السلطه التنفيذيه، انا عارف اني عايز تدي الملف ده، نتعامل مع قضايا حريه التعبير ما فيهاش شطط كبير. يعني صحيح. يعني وخير دليل على ان الدوله جاده في هذا الامر، نتحدث عن قانون يتم العمل به على مدار اكثر من 70 عاما، واليوم الدوله تمتلك جرأة وشجاعة التغيير بما يتوافق مع التغيرات والمتغيرات الموجودة حاليا. وأرجو أن الناس ثاني بقرر على حضرتك، وده مستوخ مني، أنه يتم الأخذ بملاحظات نقابة المحامين ونقابة الصحفيين وعدد من الحقوقيين اللي هم أصلا عندهم توافق مع أفكار الدولة. صحيح. أنه يحصل انفراجة في الملف ده وتتخذ بالملاحظات دي. هو المسألة مش عند، يعني أنا أحيانا بحس أن في ناس
السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه بتشعر انه اي ملاحظات بيتم وضعها كانه عند معاه. الحوار هو الوحيد السبيل الوحيد لخروج البلد من اي ازمات بتبقى موجوده فيها سواء اقتصاديه او اجتماعيه او سياسيه. بما ان راس السلطه التنفيذيه النهارده سياده الرئيس بيحاول ياكد مره ثانيه وثالثه على اهميه الحوار الوطني بالنسبه له وان هو بيصدر قرارات بخروج، اتمنى الافراج عن كافه الشباب المتضامنين مع القضيه الفلسطينيه التصاقم مع موقف المصري من القضيه الفلسطينيه اللي هو مش كتير، احنا متضامنين مع الشعب الفلسطيني وعدد كبير من الاشخاص المحكومه عليهم بقضايا حريه الراي والتعبير. اتمنى خروج الامور دي ان شاء الله تتم على خير والافراج عن عدد كبير من المحبوسين الاحتياطيين واتخاذ بعل والاخذ بعل الاعتبار ملاحظات عدد من الدوله المهمه نقابه زي نقابه الصحفيين ونقابه المحامين وعدد من صحيح. ونحن نتحدث عن حالة حوار منعقدة ولن تتوقف، وربما خير دليل على ذلك هو النسخة الثانية من الحوار الوطني التي أفرزت عن عدد من مشاريع القوانين التي ربما أهمها هو مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ولكن كيف يسهم هذا القانون، قانون الإجراءات الجنائية المحال من الحكومة بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توافق الحوار الوطني عليه، كيف يسهم في العدالة الناجزة وترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين؟ كل ما نطلبه انه النسخ اللي هتطلع من السلطه التنفيذيه وتتقدم للسلطه التشريعيه تبقى متفقه مع روح الدعوه التي دعا عليها السيد رئيس الجمهوريه باجراء الحوار الوطني واللي هو نفسه اصدر عليها توصيات. وتاني بكرر انا مش سخيف في الموضوع ده، ارجو اخذ الاعتبار الملاحظات اللي قالتها نقابه الصحفيين ونقابه المحامين. نعم. وبالتاكيد سوف يعني تؤخذ هذه الملاحظات والنظر اليها بعين الاعتبار. وهنا تاتي دائما اهميه الاستاذ رئيس الجمهوريه لما بيلاقي في امور ما عليها خلافات فالراجل بيطلع بمنتهى الوضوح والصراحه يقول انا مع الخط ده، انا مع الانفتاح ده، انا مع الحوار ده، انا مع ان الناس صحيح تصل في تنفيذ خطوات ده اهم. انا بالنسبه لي طبعا انا سعيد جدا لان في 151 اسره النهارده تنتهي معاناتها، بس سعيد اكثر بالتوقيت اللي في وقت ما في قانون اجراءات جنائيه وقانون عقوبات الناس حست ان مش ده اللي سياده الرئيس دعا ليه وعدد كبير من المشاركين في الحوار. نعم. اللي هم رئيس لجنه حقوق الانسان والسيد امين لجنه حقوق الانسان في الحوار لجنه الحوارات نفسهم قالوا كده، مش ده الكلام اللي قاله الرئيس. فلو صحيح. هو النهارده الرئيس لما يدي اشاره بده ده معناه انه احنا هنبقى اكيد متفائلين ان في حاله حوار هتستمر وان الملاحظات اللي اتقالت دي هيتاخد وانه اكيد في ان شاء الله عن قريب استكمال لاجراءات العفو عن بعض المحكوم عليهم والافراج عن المحكومين. نعم. استاذ احمد كامين عام سابق للحزب الديمقراطي الاجتماعي، كيف تنظر الى مستقبل الحياه السياسيه في مصر والى اي مدى تغيرت عما قبل؟ عايزين نقول انه بالتاكيد كان في فتره كان فيها يعني حصار شديد على الاحزاب السياسيه المصريه. نعم. وان احنا من بعد جوله الحوار الوطني وخروج عدد من المحبوسين احتياطي وظهور عدد من رؤساء الاحزاب السياسيه اللي كان مقفول عليهم الدور في الاعلام او ان احنا كان بقالنا كتير ما بنطلعش نتكلم، بالتاكيد بدايه الحوار الوطني في بادره ايجابيه من ممكن عوده الحياه الحزبيه مره اخرى. بس ده مش هياتي غير باستكمال الحوار الوطني، استكمال الحوار الوطني حول قانون الانتخابات اللي قادم. احنا خلاص في انتخابات المفروض استحقاق انتخابي لمجلس الشيوخ ومجلس النواب، ولحد اللحظه اللي احنا فيها دي لم يتم مناقشه جديه في جلسات الحوار الوطني على الموضوع ده. اتمنى انه ياخد لو في تعديلات لبعض قوانين الاحزاب السياسيه اتمنى ان احنا برضه تبقى موجوده في الحوار الوطني. اتصور انه بدء ده هيؤدي لفكره انه الاحزاب السياسيه تشعر ان هي يعني ليها دور وتناقش في اشياء مهمه، وانه في اشخاص بكرر ثاني لحضرتك انه احيانا بيبدو ان في اشخاص متشددين اكثر ما الدوله بتبقى مش عايزه التشدد. صحيح. وعلينا ان نتذكر دائما ارجو بدايه حوار جدي وحقيقي على قانون انتخابات البرلمان ومجلس الشيوخ والنظام الانتخابي وتعديلات بعض قانون الاحزاب السياسيه اللي هتؤدي الى انتعاش الحياه السياسيه وفتح امتحان في الاعلام زي ما مفتوح دلوقتي كده في اللحظه دي. انا تقريبا اول مره ادخل في مداخله في الاعلام من سنه 2016 ولا من 2015، فده مش بدايه ايجابيه. والحزب بتاعنا شارك في الانتخابات الرئاسيه الماضيه والمرشح بتاعه الاستاذ كريم قران ظهر في عدد من وسائل الاعلام وقدر يتكلم ما حصلش اي حاجه وقلنا كلام محترم جدا وعرضنا الدوله السلطه وقلنا ان احنا عايزين كذا وكذا وكذا وعندنا برامج كتير وحاجات دي هي اللي هتؤدي الى انه الناس ما تشعرش باليأس ويكون في اصوات ثانيه ناس تسمعها وناس ما تتجهش انها تغير بالقوه.
لانه البلد دي ممكن تتسع لكل الاراء اللي موجوده. صحيح. والاراء دي لما تستمع هو ده الحلول، بدايه حلول اي ازمات اقتصاديه واجتماعيه وامنيه واي حاجه، هو طرح السياسي. الحوار الوطني نفسه تم الدعوه دي لان الناس ابتدت تشعر، السلطه ابتدت تشعر انه كان في تاخير في تنفيذ بعض العقود الديمقراطيه، والحوار الوطني هو بدايه. اتمنى انه ان احنا نستمر بطرح بعض البوادر الايجابيه اللي تؤدي لنجاح الحوار الوطني. وانا قلت لحضرتك مجموعه من القضايا، اتمنى ان الحوار الوطني يبتدي. نعم. وان تاخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات الهامه اللي نقابه المحامين ونقابه الصحفيين وعدم المحامين قالوها على قانون الاجراءات الدفاعيه وحبس الاحتياطي. وبشكر سياده الرئيس انه اصدر النهارده قرار بالعفو عن 151 واحد، واتمنى ان يحطوا في عدد من المحكوم عليهم. اتمنى ان يتم اصدار قرار عفو رئاسي عنهم زي ما اصدر قبل كده عن الناس مثيلتهم، وان النيابه العامه تنظر في عدد كبير جدا من المحبوسين الاحتياطي يدفع لهم. نعم، وعلينا أن نتذكر دائما مقولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. الأستاذ أحمد فوزي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي الاجتماعي، شكرا لك.